Oh. Uh... الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم كتب سيدنا ومولانا الإمام الحسين صلوات الله عليه في وصيته التاريخية العظيمة أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب صلوات الله عليهما وعليهما. من الميزات في سيرة رسول الله صلى الله عليه واله وفي سيرة أمير المؤمنين صلوات الله عليه انهما في طول حكومتهما رغم كل المشكلات والتي فرضت على رسول الله من المشركين ومن المنافقين في داخل الاطار الاسلامي وعلى امير المؤمنين ايضا صلوات الله عليه من المشكلات والحروب التي فرضت عليه من المنافقين في طول هاتين الحكومتين لم يكن هناك قتل لامراه اطلاقا. ففي الأحاديث العديدة أن رسول الله صلى الله عليه واله كان إذا هجم المشركون ودعا رسول الله صلى الله عليه واله المسلمين إلى الدفاع وخاض المسلمون مع المشركين في الدفاع عن الإسلام كان رسول الله مكررا يوصي المجاهدين بامور منها لا تقتلوا النساء لا تقتلوا امراه يعني امراه واحده لا تقتلوها حتى في ساحه الحرب ولم يذكر في تاريخ رسول الله صلى الله عليه واله وفي تاريخ امير المؤمنين صلوات الله عليه قتل نساء ولا قتل امراه واحده رغم ان الكثير من النساء المشركات والمنافقات ضد رسول الله وضد امير المؤمنين كن يشتركن في الحروب ويحرضن ويأتين بالكثير من المنكرات من الأشعار ومن النثر ومن غير ذلك مع ذلك لم يذكر في تاريخ رسول الله مورد واحد قتل امرأة حتى في الحروب حتى أن التاريخ ذكر مختلف التواريخ ذكروا ان هند ام معاويه كانت في الحرب تحرض المشركين على القتال وجاء في التواريخ ان هند كانت في وسط العسكر ما كانت خلف الجبهه لا في الجبهه وفي وسط العسكر هذا التعبير ورد في التواريخ وكانت تحرض المشركين على القتال وتحرضهم على قتل رسول الله صلى الله عليه واله بالذات حتى ورد انها طلبت من وحشي الذي قتل حمزه طلبت منه وذكرت له ان يقتل رسول الله صلى الله عليه واله ابتداء ومع شديد الأسف ورد في التواريخ في مختلف التواريخ أن هند قالت لوحشي إذا قتلت رسول الله فكل ما تريد مني أنا أعطيك مع شديد الأسف ومع ذلك لم يأذن رسول الله صلى الله عليه واله بقتل هند وهي في وسط العسكر. هذا نقاء الاسلام. هذه فضيلة الاسلام. هذه اخلاق الاسلام، الاسلام الصحيح الذي مثله رسول الله صلى الله عليه واله بقوله وعمله. ومثله أمير المؤمنين صلوات الله عليه بقوله وعمله ولكن عندما نأتي إلى أمثال بني أمية وابن العباس ممن سودوا التاريخ بأعمالهم لأنهم باسم الإسلام حكموا وصنعوا بالمئات والمئات على خلاف قول رسول الله وعلى خلاف سيرة رسول الله والإمام الحسين صلوات الله عليه أعلن في أول الأمر في وصيته العظيمة وأسير بسيرة الجد وأبي علي بن أبي طالب الإمام الحسين يريد ان يحيي سيرة رسول الله. يريد ان تكون سيرة رسول الله هي الحاكمة على وجه الارض. ومن هذه السيرة انه المرأة لا تقتل حتى إذا اشتركت في الحرب. حتى إذا كانت في وسط الحرب. فكيف بما إذا لم يكن هناك لم تكن هناك حروب. لنتصفح تاريخ معاوية ابن أبي سفيان لنتصفح تاريخ يزيد ابن معاوية لنتصفح تاريخ مروان وبني مروان لنتصفح تاريخ تواريخ بن العباس هم عمالهم بالألوف والألوف والألوف من النساء اللاتي قتلوهن في الحروب وفي غير الحروب. معاويه بن ابي سفيان مختلف التواريخ ذكروا انه بعث بصرى بن ارطات الى احد البلاد الاسلاميه بعد استشهاد امير المؤمنين صلوات الله عليه وامره بقتل الشيعه امير المؤمنين وهؤلاء كلهم كانوا مسلمين التاريخ يذكر أن بسر بن أمر أرطات بأمر معاوية بن أبي سفيان بدون أن تكون هناك حرب قتل من الرجال والنساء والإطفال أكثر من ثلاثين ألف خلال أيام ألوف منهم من النساء ولم تكن هناك حرب وعلي بن ابي طالب لم يقتل امراه واحده في تاريخه، ولم ياذن بقتل امراه واحده في طول تاريخه، ورسول الله هكذا قبل امير المؤمنين صلوات الله عليه. كثير من النساء من النساء المشركات كن يشتركن في الحروب المفروضه على رسول الله ضد رسول الله صلى الله عليه واله. ولم ينقل في التاريخ أن رسول الله قتل واحدة منهم أو أذن بقتل واحدة منهم بل تكرر عن لسان رسول الله صلى الله عليه وآله عن قتل النساء حتى امرأة مشتركة في الحرب تحرض على الحرب في وسط المعركة رسول الله يقول لا تقتل هذه الإنسانية في الإسلام هذه الفضيلة في الاسلام. كان الامام الحسين صلوات الله عليه يريد ان يمثل هذه الانسانية، يمثل هذه الفضيلة. يزيد بن معاوية بعث الى المدينة، الى الحرة، قتل جيش يزيد بن معاوية بأمر يزيد بن معاوية كما في التواريخ ألوف من النساء في المدينة المنورة وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وفي البيوت التاريخ يذكر أنهم خلال ثلاثة أيام قتلوا أكثر من أحد عشر ألف من الرجال والنساء والأطفال حتى الرضع وكان يزيد يحكم باسم الإسلام والدنيا غير المسلمين يعتبرون حكم يزيد من الاحكام الاسلاميه بني اميه من حكام المسلمين من حكام الاسلام. الحجاج بن يوسف الثقفي عامل عبد الملك بن مروان قتل الالوف من النساء البريئات مؤمنات مسلمات بريئات. في السجون قتلهم ألوف ألوف يندى لذلك كله جبين كل إنسان جبين التاريخ كل واحد منهم هؤلاء قتلوا الألوف من النساء لا مئات ومئات وهكذا السفاح في بني العباس في الموصل أمر جيشه بقتل النساء ثلاثة أيام فكانوا يقتلون النساء قتلوا ألوف من النساء والسبب أنهم قبل ذلك كانوا قد قتلوا رجالهن والنساء جعلن يبكين على رجالهن لأنه لماذا يبكين على قتلاهن قتلوا ثلاثة أيام النساء في الموصل وحدها مو عينة واحدة ولا عشر عينات ولا مئة عينة ولا مئات عينات تاريخ بني أمية وبني العباس وهم بسم الله كانوا يحكمون وباسم رسول الله صلى الله عليه وآله وباسم الإسلام كل واحد منهم العديد منهم كل واحد منهم هم أنفسهم أو عمالهم قتلوا الألوف من النساء حتى بدون حرب نحن المسلمين، نحن المؤمنين خصوصا شبابنا الناهض، شبابنا الواعي، شبابنا المؤمن عليهم أن يعرضوا هذه الصورة الجيدة لرسول الله ولأمير المؤمنين في تاريخ الإسلام الصحيح يعرضوها على العالم، يعرضوها على العالم. حتى العالم لا ياخذ على الاسلام ما يصنع كان يصنعه بنو اميه وبنو العباس وامثالهم. هؤلاء ابعد ما كانوا عن الاسلام. من ميزات الاسلام، اسلام رسول الله صلى الله عليه واله، اسلام امير المؤمنين صلوات الله عليه انه في كل تاريخهما قتل امراه واحده لا توجد، لا يوجد. وهذه وظيفه فريضه على الجميع ان يبلغوا ذلك الى العالم ليعرف العالم ان الاسلام الذي اراده الله سبحانه وتعالى ومثله رسول الله ومثله امير المؤمنين واعلن الامام الحسين صلوات الله عليه انه يريد ان يسير بهذه سيره سيره رسول الله وبسيره ابيه علي بن ابي طالب صلوات الله عليهم أجمعين، هكذا كانت. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لذلك، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.